الأثنى يتقدم الكدري لإبراهيم بن سعيد بن سالم، الدرعي يتقدم في هذه اللحظات، والمركز الخامس الحضور من لافي السهيل بن عبيد بن راشد، الخيلي قادم في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره، بينما الحضور مع المركز هنا السادس في هذه الأثناء يتقدم في هذه اللحظات شاهين محمد بن مطر بن حوير بالمنصوري مع سادس الأسماء وسابع الأسماء شاهين لناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي قادم وحاضر في هذه اللحظات. أما المركز الثامن فأتابع الوصول هنا من هملول لسالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري، وعاشر المراكز أم تاسعها في هذه اللحظات يتقدم مكرم لسالم بن عبد الله بالطير العامري قادما وحاضر بهذا الحضور وعاشر التحديات. هنا أتابع انطلاقة وحضور شاهين لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي، هكذا نداؤنا الأول للأسماء الأولى الحاضرين للشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا التحدي الكبير، من خلال هذا الاندفاع الجميل والمميز، العودة إلى شعار بن كليب إلى الأفندم الحاضر في هذه اللحظات. ينطلق في هذه الأثناء مثل ما قدم لنا انطلاقة موفقة مع أول أشواط الإنتاج والمنتجين يقدم لنا الأفندم، ولكن هنا الحضور، هنا القدوم في هذه اللحظات من الكدري القادم بشعار إبراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي، أحد الأسماء الخطيرة، أحد الأسماء المرشحة من خلال هذا الانطلاق الكدري وحضور الكدري مع شعار الدرعي الحاضر في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث القدوم والحضور من مياس راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي، ولكن شوف شوف اللي وصل واللي حضر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات. يتقدم هنا انطلاقة حضور شاهين محمد بن مطر بن حويرب المنصوري، وصل وصل بهذه اللحظات أيضا مع انطلاقة شاهين وحضوره، ولكن الأفندم الأفندم مع البداية 1200 يا بن كليب، ما يفصلنا عن الفوز، ما يفصلنا عن الناموس. وشاهين مع المركز الثاني أيضا بشعار محمد بن مطر بن حويرب المنصوري، ولكن الأفندم الأفندم علي بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الاكسبي. الله الله الله، هذا شعار بن كليب، وهذه إبداعاته، وهذه انطلاقاته في هذا الصباح، يقدم لنا الأفندم 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 بالإبداع والإمتاع، وهذه ثقة الكبار، العصا في الأبطان، العصا في الأبطان، يبدع ويمتع الأفندم من خلال هذا الانطلاق في هذه اللحظات، يتجه ويقترب من الفوز، يقترب من الناموس، يقترب من الانتصار بكل هدوء، يندفع الأفندم مع البداية. شاهين مع المركز الثاني، المركز الثالث القادم في هذه اللحظات مياس سهيل بن رغش بالطبازة العامري، ولكن روح روح يا الأفندم، روح للفوز والانتصار من خلال هذا الاندفاع الجميل مع الأفندم وانطلاقاته وحضوره. 300 متر الأخيرة القادم شاهين، والحاضر أيضا شاهين لعلي بن صالح بن جابر العامري، والأفندم يتقدم في هذه اللحظات بشعار علي بن سيف بن علي بن كليب الاكسبي. سلام يا بن كليب، سلام سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل من خلال اختطاف والنقطة السادسة مع انطلاقة الأفندم. تهانينا والف مبروك المركز الثاني شاهين علي بن صالح بن جابر العامري، والمركز الثالث كان حضور وتواجد مياس سهيل بن رغش بالطبازة العامري، ورابع المراكز
كان حضور وتواجد شاهين محمد بن مطر بن حويري بن منصوري والمركز الخامس. المركز الخامس كان حضور شاهين محمد بن علي بن راشد الاكتبي من قدم لنا الشعار نعود إلى الأفندم وتوقيته ولحظات وصول إلى فندم شعار بن كليب 7 دقائق 30 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تانينا والف مبروك. المركز الثاني شاهين بشعار علي بن صالح بن جابر العامري توقيته ولحظات وصوله 7 دقائق 31 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور مياس بشعار سيل بن رغج بن طبازة العامري توقيته 7 دقائق. سبع دقائق 33 ثانية وسبعة أجزاء.